هبدأ بأول حاجة دلوقتي إزاي أعمل صينية مكرونة بالبشاميل. وإحنا المصريين بنعشق حاجة اسمها مكرونة بالبشاميل، وده حاجة حلوة والأطفال بيحبوها. مقاديرها على الشاشة: مكرونة بينا اللي هي المكرونة القلم، لحمة مفرومة على النار بتستوي عشان نكسب وقتنا، ومعانا البشاميل اللي هنعمله مع بعض. فأنا خليت الحاجة اللي ممكن تسقط منك أو إن هي ما تظبطش معاكي نعملها مع بعض، اللي هو البشاميل. اما اللحمه المفرومه كلنا في من اول الشهر الكريم بنعصج لحمه لسمبوسه، بنعصج لحمه لصينيه رقاق، بنعصج لحمه لشويه رز نعمله بالخلطه وهكذا. اللحمه المفرومه على النار اهيت، خدت البصله وخدت التومه، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه زعتر هنحطهم مع بعض، دي مهمه جدا. ملح وفلفل وزعتر. الاكله دي بريئه من الكمون والكزبره. الصوص البولينيز الكمون والكزبره مش مرغوب فيه قوي. ده بابريكا وشويه زعتر حلوين. ما هو في عشق التوابل. يعني ايه عشق التوابل يا شيف؟ في حاجات من التوابل او تركيبه من التوابل لما تحطها مع بعضيها بتظهر شخصيتها في الاكله، وفي توابل لما تحطها مع بعضيها بتضيع بعضيها، لا بتشم لا الكزبره ولا الكمون ولا الزعتر. كل دول مع بعض اهم زي الفل. معانا صوص طماطم مضروب في الخلاط، بتجيب الطماطم تقشريها، تحط معجون طماطم حسب الرغبة. زي الفل كده. وتسيب الطماطم مع اللحمة تتسبك. واحدة واحدة كده، ده مهم جدا. بس خلاص. اهو مغذيها بإيه بقى؟ اهو. تركاية هنا بقى مهمة جدا. البشاميل مع المكرونة بتاعتنا لازم اللحمة المفرومة تبقى ماسكة نفسها جوه المكرونة. اقوم اعمل ايه يا شيف؟ شوف انا هعمل ايه بقى تركايه اهي سريعا كده. معلقه دقيق صغيره بقلبها مع الخليط ده. دي مهمه جدا على فكره. الشكل ده كده التركايه اهو في قلب الصلصه، واقلب ده كده. شفت بقى؟ هو ده. ده بيدي قوام للبولونيز لما يتخش مع المكرونه او طبقه اللحمه داخل جوه المكرونه، هتمسك نفسها وتلاقي اللحمه ماسكه نفسها جوه المكرونه. عينيه زي الفل. هنخلي دي كده على جنب. انا هسلق المكرونه دلوقتي. طبيعي لما نيجي نسلق مكرونه بنحط شويه زيت وشويه ملح، ولكن حذاري انك تحطي مكرونه في ميه بارده، ميه مش بتغلي. ايه اللي هيحصل يا شيف؟ يعني الدنيا هتقوم، المكرونه تتكسر منك. والمكرونه البشاميل لازم المكرونه تبقى سليمه عشان تبان شخصيتها في الصينيه. حتى لو بتسلقي سباكيتي لازم الميه تكون بتغلي يا اختي، خلي بالك ده مهم جدا. ليه يا شيف؟ عشان سباكيتي كمان ما تتكسرش. ما ينفعش انزل بمكرونه في ميه مش بتغلي، لازم الميه بتغلي معاها شويه ملح وشويه زيت. انا شوف نعمل البشاميل مع بعض ازاي. معلقه سمنه بلدي، لازم سمنه بلدي. نغذيها ندعمها بالسمنه البلدي. حلو قوي. وشويه الدقيق الحلوين اللي معانا، حلو الكلام. ونقلب الدقيق في السمنه. واشم ريحه الدقيق. انا من الناس اللي بيحب البشاميل الدقيق يتحمر قبل ما انزل بالحليب. ياخد لون. ليه يا شيف؟ علشان ما احسش ان الاكله كده بتلكمني، مش باكل عصيده انا. شفت التحميله بتاعت الدقيق دي في السمنه؟ دي مهمه جدا. معايا اخواتي وحبايبي الاساتذه المصورين في فرسان التلفزيون المصري، هنجيب لحظه قوام البشاميل. التحميله دي مهمه جدا. في حالة ما بيتحمر البشاميل التركية بتاعت المغازي سنة زعتر صغيرة تفركيها. خلي بالك الحاجات الصغيرة دي يعني بتلاقيها مع المغازي ليه بقى؟ خبرة السنين بنقدمها لحضرتك. شفت دي؟ فركها ناعم بايدك كده. ما تبانش. يقوم يطعم البشاميل بتاعنا. زي الفل. هنمسك المضرب بايد اليمين والحليب بايد الشمال، وننزل تدريجيا على الحلة او على المضرب واحنا شغالين. كميه الحليب بتاعتنا معانا اهي. دول كفايه قوي. تقليب مستمر سريعا سريعا سريع. اول كده. بتطلع معاك العجينه. لحظه الولاده للبشاميل. طلع البشاميل معايا. شايف البياض والحلاوه دي؟ ننزل بالكميه الثانيه. ونقلب. تاني. واحده واحده كده. كل ما توصل درجة الحرارة للغليان كل البشاميل ما ياخد القوام بتاعه. تقليب مستمر. حلو السؤال ده جدا. جالنا سؤال على السوشيال ميديا، ينفع نحط جوزة الطيب؟ هنحط جوزة الطيب.
مفيش مشكله، بس جوز الطيب شويه بتسرق الطعم في البشاميل. ولكن نحطها مثلا لو بتعملي ايه شوربه الفراخ بالكريمه بشاميل مثلا وايت صوص، انما هنحط لحم مفرومه مش هتقول لا، يعني جوز الطيب مش هتقول لا، هي تديله طبعا طعم مميز، ولكن انا مش بحبها مع اللحمه المفرومه. اهو شايفه التقليبه دي كده، لان في لحمه وفي صوص طماطم، وممكن لو حطيت يعني مش هيحصل حاجه. شايفه التقليبه دي مهمه جدا، مش هحط اي سائل غير لما انا الاقي ده كله نسيج واحد. اهو اوعى تحط اي سائل اهو لغايه لما الكلكعه دي تفك، لازم الكلكعه دي تفك. شايفه القوام ده، هو ده يضرب في الخلاط. سؤال على السوشيال ميديا، استاذ رحافه البشاميل اللي كلكع مني وانا شغاله والدنيا رمضان اعمل ايه؟ هتجيب الخلاط، اوعى تحط البشاميل اللي سخن في الخلاط، هتدعي عليا للابد، هتكسري السكينه بتاعه الخلاط والجلده وهتدعي عليا. تسيبيه لما يبرد خالص، لا ده كده هي في مشكله بنعالجها، وتضربيه في قلب الخلاط هيفك منك ان شاء الله، بس اوعى تحط البشاميل اللي سخن في قلب الخلاط. وبعدين تبص شوف انا عملت ايه. تلاحظ ان انا قلبت كتير هنا غير الاول. شفت القوام ده؟ حاضر عينيا. شايف القوام؟ بشاميل. ننزل بكميه الحليب دي كلها. هنا بتحكم في القوام بتاعه بقى، انا عايز بشاميل تقيل ولا خفيف؟ عايزه طبعا خفيف. واقلب شويه الحليب، هو عمره ما يكلكح هنا بقى. خلاص المرحله الصعبه عدت، وانا في المره الثانيه في التقليب. ما تشيلهوش من النار. وارد وانت بتطبخي عندك انبوبه البوتاجاز، بتحصل، حصلت معايا فجاه الانبوبه قطعت مفيش غاز وانت واقفه على عين البوتاجاز، تعملي ايه؟ في بشاميل زي ده بتعملي ايه؟ هتسيبيه لما يبرد خالص، وزي ما قلت من شويه تضربيه في قلب الخلاط بشويه حليب بشويه شوربه، هيرجع معاك القوام احسن من الاول. شفت القوام؟ دايما انا بطلع بالبشاميل اللي معمول، بس النهارده حبيت اهديه لحضراتكم بالشكل ده كده. زي الفل. دي كميه البشاميل المطلوبه اللي انا هعملها، وعندي اللحمه المفرومه جاهزه على النار بتتعصج، وعندي المكرونه بتاعتي بتستوي. المكرونه هنا بقى سلقاها نص سوا، يا نعم قاعد بتناغم مع البولونيز بتاعي، لازم يتستوي على نار هاديه كده. وعلى فكره في محطه هنا ممكن نتكلم عنها شويه، بقى عندك بولونيز هتجيب شويه مكرونه تسليهم وتحط صوص البولونيز دول عليهم، دول ده طبق مكرونه مشهور جدا في ايطاليا، مكرونه اسباجيتي مع البولونيز صوص، ويبقى طبق سحور، بس مش هنقلبها مع بعضيها. ممكن تحشيه كانينولي، تجيب لا الكانينولي طبعا عجينه الكانينولي او عجينه الفطاير عادي، وتحشيها لحمه مفرومه، فدي تهتمي بيه عشان الباقي عندك هتستخدميه تاني يوم، تعمليها مسقعه وهكذا. تعالوا نطبق الاكله دي بسرعه مع بعض عشان ندخلها الفرن ونخلص منها، عشان كده انا شرحتها بالتفاصيل كلها علشان الاسئله كتير على المكرونه بالبشاميل. حلوه قوي، ادي الصينيه اللي انا هدخلها الفرن بالشكل ده كده. حاضر. شفت انا عملت ايه دلوقتي؟ خدت المكرونه الاسباجيتي شلتها، سوري المكرونه البنه شلتها من ميه السلق، ورفعت الحله لانها بتحجب السرعه على حضراتكم شويه، وخدت المكرونه حطيت عليها نص كميه البشاميل هقلبها. خلي بالك معايا من الحاجات اللي بعملها دي عشان دي مهمه جدا. احنا قلنا المكرونه هنا بتستوي نص سوا، التسويه الثانيه جوه البشاميل اهو، عشان كده المكرونه لازم تكون تطلع معاكي قطعه واحده ما تبقاش مصيصه. طبعا في التوابل هنا، حاطين ملح وفلفل على البشاميل، والمكرونه مسلوقه في شويه ملح مع زيت بالشكل ده كده. حلو، ناخد نص كميه المكرونه دي يا عم الشيف نسقطها هنا كده. لازم من النهارده تعملي صينيه مكرونه بشاميل تتحدي بيها اي حد بتتفرجي على القناه الاولى. شايفه؟ دي كميه البشاميل اهي. حلوه قوي. اعمل ايه بقى التركايه؟ بحط شويه جبنه موزاريلا هنا، ده الشغل بقى جامد قوي. ناخد اللحمه المفرومه المتعصجه اهي، برضه بيبقى فيها شويه صوص كده ما تبقاش ناشفه. ما تنسيش معلقه الدقيق اللي انا حاططها بتلعب دور البطوله هنا في لم الشمل، يعني ايه يا شيف؟ ما بتخليش اللحمه المفرومه دي تسيب المكرونه وتسقط منها. وانا ماليها لحمه مفرومه يعني الصينيه غنيه. المفروم اللي عندك ده بتشيليه في الثلاجه، تستخدميه استخدامات اخرى كتيره قوي، عد على صوابعك، مسقعه، كانولي. تعمليه مع طبق فول زي ما انت عايزه. ننزل بكميه المكرونه ديت، خدت وقت المكرونه بس هي دي الاهم عندي، لان دي طبق
فيه كل العناصر، فيه لحمه مفرومه، فيه مكرونه نشويات، فيه حليب. حلو قوي. في تركية بقى احنا مع بعض، ادي كميه البشاميل اللي عندي الباقيه، شوف انا عامل فيه ايه. خلي بالك من الحته دي. الجبنه بتسود مني يا شيف بوغازي على وش المكرونه اللي بالبشاميل قبل المكرونه ما تستوي. نعمل ايه؟ دي بيضه معانا الجبنه، نزلنا بيها على البيضه. شفت بقى، هي دي التركية، دي التفاصيل اللي بتكلم عليها. شويه زعتر، سنه بابريكا، ونقلب دول كلهم مع بعض. البيضه مع الجبنه، وجود البيضه والبشاميل مع الجبنه الموزاريلا هتخلي لك الجبنه دي تشد في قلب المكرونه وعمرها ما تاخد لون الا لون الاحمرار فقط، ما تتحرقش منك. ونسقط بيها يا شيف هنا كده. اللهم صل على النبي. كل التفاصيل النهارده مع مكرونه بالبشاميل بتتكلم مصري. شايف الانسياب، الشكل الانسيابي ده كده. كلها شكرا. يلا هنحطها في الفرن كده. انا خلصت من طبق رئيسي، هو يعتبر يعني اللي بياخد الوقت كله. درجه حراره الفرن عندي 180. الله، بيسالوني في الكنترول ينفع ان احنا نعمل مكرونه بالبشاميل بفراخ؟ نستبدل اللحمه المفرومه بالفراخ. ينفع نستبدل اللحمه المفرومه بجمبري؟ سي فود، تبقى مفيش مشكله. هندخلها الفرن كده، نشوف الفرن فيه ايه. صلي على الحبيب، قلبك يطيب. صينيه مكرونه بالبشاميل بتتكلم بكل اللغات. مكانها هنا. زي الفل. عينيا. بسم الله الرحمن الرحيم. سخن، عايزينك يا مغازي. اللهم صل على النبي. لا، شوف شوف البشاميل واخد اللون ازاي. شوفي المكرونه مزيج من البشاميل. وليه محدش سالني لازم المكرونه البشاميل تتعمل مكرونه بينا؟ محدش سال السؤال ده ليه؟ هو ده الكلام. لان المكرونه البنة فيها اخرام غير الاسباجيتي، فصوص البشاميل مع صوص اللحمه المفرومه بيبقى عاشي ومعشوق جواها، زي الصوره اللي حضراتكم شايفينها دي كده.